واسمحوا لي مشاهدي الكرام على موضوع التعليم والتغير الكبير اللي ان شاء الله باذن المولى سبحانه وتعالى هيحصل في بلدنا في جزئيه التعليم بالذات. بتنضم لي عبر الهاتف الدكتوره نوال شلبي مدير مركز المناهج في وزاره التربيه والتعليم. يا دكتور نوال اهلا وسهلا بيكي، مشرفاني في الحياه في مصر. اهلا يا فندم بحضرتك، اهلا بيكي. يعني اللي تابعناه النهارده زي ما قلت لمشاهدي الكرام زي ما بيتقال دايما في الغرب اللي هو ذات ميد ماي داي او اور دايز، فبالتالي حاجه محترمه قوي ان احنا نشوف التعليم في بلدنا بيتطور بالشكل ده. مش بنبص للنهارده لان بالتاكيد حضرتك زينا وزي كل المصريين مش راضيين عن وضع التعليم الحالي اللي موجود في بلدنا، لكن اللي جاي ان شاء الله يكون احسن. بنتكلم عن وزير التربيه والتعليم بيتكلم على 200 الف فصل دراسي هيتم بنائهم في 4 سنين، وبنتكلم كمان على 31 الف طالب او تلميذ هيدخلوا المدارس الثانويه اليابانيه ابتداء من السنه دي، وهيتضاعفوا ان شاء الله على مدار السنين اللي جايه. دكتورة نوال مع حضرتك يا فندم، تابعتي ده ازاي يا فندم؟ الحقيقة استاذ كمال انا بشكرك على التحليل اللي حضرتك قدمته من شويه عن التعليم في مصر، وحضرتك اتكلمت الحقيقه عن المدارس اليابانيه كطفره في التعليم. لكن خليني اقول لحضرتك حاجه يمكن الناس ما تعرفهاش، ان المناهج التي سيتم تطبيقها في المدارس المصريه اليابانيه هي نفس المناهج التي سيتم تطبيقها حديثا في رياض الاطفال كي جي 1 وكي جي 2 والصف الاول الابتدائي، وان حتى التوكاتسو اللي بتتميز به المدرسه اليابانيه احنا اضفنا الى مناهج المدرسه المصريه ما يسمى بالتوكاتسو المصغر، مجموعه اخترنا بعنايه مجموعه من انشطه التوكاتسو التي تصلح للتطبيق في المدرسه المصريه. ففي الحقيقه مش بس احنا عندنا المدرسه المصريه اليابانيه بكل الامكانات والقدرات الهائله اللي هتحققها ان شاء الله، لكن احنا عملنا ده كمان في مناهج والمدارس المصريه اللي هيدخلها الغالبيه العظمى. دكتوره نوال اسمح لنا نقف هنا كتير، لان يعني بالشكل ده مش المدارس اليابانيه فقط اللي هيكون فيها التوكاتسو، لكن هتقلدوه كمان في المدارس العاديه؟ الحقيقه احنا مش بنقلده بالمعنى ده، يعني هتاخدوه الانشطه مثلا بتاعت التوكاتسو انشطه متنوعه جدا الحقيقه، فاحنا اخترنا من هذه الانشطه بعض الأنشطة التي يمكن تطبيقها في المدرسة المصرية واللي بتتمشى مع الهدف من المناهج الجديدة اللي بتطبق لأول مرة على أولادنا السنة دي في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وهو بناء الشخصية المصرية التي تمتلك المهارات. فاحنا اخترنا عدد من هذه الأنشطة ودربنا المدرسين عليها وعملنا لها دليل، وستطبق في حصة منفصلة في طول العام الدراسي فضلا على انها موجوده ومبنيه داخل المناهج الدراسيه الجديده. ده شيء محترم للغايه، جزيل الشكر الدكتوره نوال شلبي مدير مركز المناهج في وزاره التربيه والتعليم، جزيل الشكر يا فندم، شكرا جزيلا.